انت متأكدة يا أمنية؟ أيوة ماما أنا متأكدة. مصباح فوق. تعالوا من جوا يا أخي. أكيد ده. أنا هخش جوه لو سمحت صوتي. شوف إيه اللي هيحصل. في حد موجود في الشقة هنا؟ لا لا محدش موجود. محدش موجود في الشقة؟ لا محدش موجود. يبقى تقعدي هنا وما تسمعش صوت القاضي. في إيه؟ مالكيش دعوة لو فتحت بوقي شوف اللي هيحصل لي. يا رب استرها معانا يا رب. ايوه كده عاوزين نقب على وش الدنيا. ايوه كده الله ينور. ايه ده؟ ايه ده عند كله؟ ايه ده؟ ايوه هي دي السلاسل اللي مراتي نفسها فيها. ايوه ايوه كده هنقب بقى على وش الدنيا. ايوه كده جامد قوي. ايه ده هما خايفين من الميه دي ليه؟ ميه عفاريت يعني؟ ها دي ميه معدنيه. الحمد لله يا امنيه ماشي الحمد لله. انا كنت خايفه قوي. الحمد لله يا امنيه انك بخير يا حبيبتي. الحمد لله. كنت خايفه عليكي قوي ياذيكي يا امنيه والله كنت خايفه عليكي. تعالي فكيني. فكيني يا امنيه والنبي فكيني. الحمد لله ان هو ماشي الحمد لله. الحمد لله. انا كان قلبي وجعني عليكي قوي يا امنيه. الحمد لله. انا كنت خايفه قوي يا سلمى وكنت خايفه عليكي انت كمان. انا كنت خايفه عليكي يا حبيبتي ده انا موت عشانكي يا امنيه. قلبي وجعني قوي يا امنيه. معلش. يا امنيه قلبي. طنط سلمى مالك يا طنط سلمى امي مالك طنط سلمى والنبي امي معايا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اتصل بماما بسرعه. طنط سلمى والله ما عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. ربنا يخليك يا رب ان انت حميتي لي بنتي. بصي مش مهم الفلوس مش مهم اي حاجه اخدها اهم حاجه بس امنيه عندي تبقى كويسه. ايوه الحمد لله ان امنيه كويسه. انا كان اهم حاجه عندي احمي امنيه. كنت خايفه الراجل ده ياذيها والله كنت خايفه عليها قوي. ربنا يخليكي ليا يا طنط سلمى. انت حبيبتي يا امنيه. انت حبيبتي انت زي بنتي بالظبط يا امنيه. تعرفي ماما دي قالتني ورا ظهرها يا ماما ما رضتش تسيبني ابدا كنت خايفه عليا قوي. والله يا سلمى جميلك دوت فوق دماغنا وعمرنا في حد ما هننسوه ابدا. الله يخليك يا استاذ احمد. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. اتفضلي. هو انتوا عندكم مشاكل مع حد؟ اصل الراجل ده ما بطلش غير ان هو بيقول انا مش هسيب استاذ احمد واستاذه ندى. انا كنت خايفه قوي بصراحه وكنت خايفه على امنيه. لو انت في مشاكل ما بينك وبين حد حلها. خاف على بنتك برضه. لا 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 يا سلمى ما انت قاعده معانا بقالك فتره. احنا في حالنا ومالناش دعوه باي حد خالص. انا مش عارفه انت بس لو عندك مشاكل حلها والنبي عشان بنتك أمنية. حافظ على بنتك دي بنتك حبيبتك خلي بالك عليها وحافظ عليها. بص يا سلمى بص يا سلمى اهم حاجه حافظه واوصافه. لا عارفه شكله كويس. لا ده كان لف حاجه على وشه كده وبعدين اصلا ما ركزتش معاه. انا كنت مركزه مع امنيه اللي كنت خايفه عليها. اصل كان معاه حاجه في ايديه قال لي هرشها عليك. كنت خايفه على امنيه. طب الحمد لله. أيوه. الحمد لله. شفتيه؟ ايوه هو كان حلق قرعه كده يا ماما. وكمان اصفر. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه. هو عامل شبه الحراميين اللي بيطلعوا في التلفزيون. طب بص احنا على العموم لازم نروح نعمله محضر بالواقعه ديت. لازم نعمله محضر. طب بص بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش هشتغل تاني بصراحه. ليه؟ بس؟ لا 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 اللي حصل النهارده انا حاسه ان انا في حلم من المنظر اللي شفته النهارده. هدي اعصابك ان شاء الله مش هيحصل كده تاني. لا معلش انا بقى هروح اقعد عند اهلي. انا برضو بنت ناس برضو ما اتمرمطش المرمطه دي كلها ولا تلعب الرعب ده. انا هاخد بنتي واروح البلد والنبي. بس انا بحبك يا طنط سلمى وعايزك تقعدي معايا. وانا كمان بحبك يا امي. يا سلمى عشان خاطري بنتي بتحبك وانا بحبك وما اقدرش اامن حد على البنت ده غيرك. بقول لك ايه انا في رعب دلوقتي مش قادره. سيبيها على راحتها كده اهوت رايحه اعصابها شهر ولا حاجه اسمعي مني. انا قلبي وجعني والله قلبي وجعني. خلاص طب خلاص راضيها يا حبيبي. لا لا يعني زي طبعا بحبك قوي. ماما ايه يا حبيبتي قلبي؟ ماما وانا ينفع اطلب منك طلب واحد بس؟ اطلبي اللي انت عايزاه يا امنيه. بصراحه يا ماما انا طنط سلمى وحشتني قوي. تعرفي انا عمري ما انساها اللي هي دفعت عني يا ماما. انا بحبها قوي. سلمى جدعه والله. ينفع اكلمها حتى في التليفون يا ماما؟ يا حبيبه قلبي انا بتصل بيها كل يوم عايزه اكلمها اقول لها يعني انت لو مش عايزه تشتغلي مش تشتغليش بس الشهريه بتاعتك شغاله. بس هي قافله تليفونها مش عارفه اوصل لها. طب بصي ماما انا جاتلي فكره حلوه بس يا رب توافقي عليها. قولي يا امنيه. ايه رايك يا ماما ان احنا نروح لها؟ مش انت عارفه هي فين؟ يا
يا حبيبة قلبي، فاكرة آخر مرة قالت لنا إيه؟ قالت إيه؟ لنا إن هي مسافرة البلد عند أهلها، صح ولا لأ؟ أيوة بس ممكن تكون مسافرتش يعني يا ماما، تعالي نشوفه خلاص بعدين، أنت عارفة بيتها فين؟ أنا فاكرة أنا روحته مرة زمان. طب والنبي يا ماما عشان خاطر هنروح على الفاضي يا أمنية. والنبي لو بتحبيني يا ماما، والنبي يا ماما. ماشي يا ستي، تعالي نروح ونبقى عملنا اللي علينا. بجد يا ماما؟ بجد يا ربنا يخليكي ليا يا ماما يا حبيبتي، انا بحبك قوي يا ماما. انا بموت فيكي. تعرفي انا بحبها قوي يا ماما، كمان دي بتذاكر لي وبتعمل لي انا عايزاه كله. والله وانا بحبها ومش عارفه اجيب حد غيرها هنا والله. يلا بينا يا ماما. ماشي يلا. تقريبا يا امنيه هو ده البيت. اكيد ده جوزها اللي ما بيشتغلش. ازاي حضرتك؟ ايوه في حاجه ولا ايه؟ سلمى مش ده بالسلمى؟ لا سلمى كانت ساكنه هنا من شهر بس ماشيت هي وجوزها ورثوا فلوس كتير قوي. بسم الله ما شاء الله. طب حضرتك ما تعرفش راحت فين؟ ايوه ده اشتروا فيلا في معموره الشاطئ في شارع 30. فيلا في معموره الشاطئ في شارع 30. واشتروا عربيه، سلمى دلوقتي بقت سلمى هانم، وجوزها محمود النصاب الحرامي بقى محمود بيه. ليه حضرتك بتقول عليه كده بس؟ جوزها ده مش مظبوط، اصل انا عارفه وعارف ابوه وعارف امه وعارف جده كمان شحاتين، وبيقول لك ايه الوارث مفيش حد فيهم مات، ده حتى ما افتكرش ياخدهم معاه. تمام شكرا لحضرتك. في حاجه ولا ايه؟ لا لا مفيش شكرا. بس سلمى طيبه. ايوه انا عارفه سلمى. انا اقول لك برده. ماشي ماما. ايوه يا امنيه. هو ليه عمو ده بيقول كلام وحش على طنط سلمى وجوزها؟ اكيد غيران منهم، ده راجل حقودي. شفتي انا بقول له سلمى فين؟ مش ده بيت سلمى؟ ايه اللي دخله بقى جوزها نصاب ولا جوزها مش نصاب؟ هو ماله يرضى حد يقول كده بغيبته؟ لا طبعا معرفش. المهم دلوقتي احنا عرفنا فين مكان سلمى، تيجي نروح لها؟ ايوه طبعا. تعالي نعمل لها مفاجاه. يلا يلا بركلها على اللي هي جابته ده كله، الفيلا والعربيه وكل حاجه. ماشي يلا بي. يلا يا رب. انا مش عايز فيلا، انا عايز اوضه بس فوق السطوح، مش عايز حاجه تانية. يا رب وعدنا يا رب. عاجبك التليفون ده مكه؟ ايوه يا بابا. عارفه التليفون ده بكام؟ بكام؟ ب30,000 جنيه. بجد يا بابا؟ والله. عارفه ان اغلى تليفون مسكته في حياتي كان ب100 جنيه. ب100 جنيه؟ ايوه. عارفه امك لو كانت سمعت كلامي من زمان كنا زماننا اغنية واكتر كمان. بقول لك ايه يا محمود، ما تفكرنيش باللي حصل في اليوم ده عشان انا كل ما بفتكر بتقفل بصراحه. انت عارف الناس دول كانوا بيحبوني حب وانا بصراحه كنت بحبهم، وما فكرتش في يوم ان انا اخونهم. بالله عليك ما تقفلنيش بقى يا محمود. جميلة قوي جميلة قوي. ما شاء الله بنتهم حلوة قوي يا أمنية. ماما في يا أمنية؟ عمو ده يا ماما هو ده الحرامي اللي أنا بقولك عليه، هو ده اللي سرق الشقة. أنت متأكدة يا أمنية؟ أيوة ماما أنا متأكدة. إيه ده؟ هو صح. هو إيه؟ أنت قلتيلي فعلا إن هو أقرع وأسمراني. هو هو قاعد ليه مع طنط سلمى؟ طيب أنا مش فاهمة حاجة، يعني إيه يا ماما؟ الموضوع ده فيه لغز يا أمنية. لو تفتكري كلام الراجل اللي سكن مكان سلمى دلوقتي، قال إن جوزها راجل نصاب أصلاً، وفعلاً قال لك ورثت من شهر، من شهر ده لما البيت عندنا اتسرق. طب ماما نعمله إيه يا ماما؟ طب تعالي نروح له ونقوله أنت ليه سرقت شقتنا. طيب تعالي. لا لا استني. ما ينفعش ما ينفعش نروح لهم. ليه؟ ممكن يعملوا فينا أي حاجة وحشة لو واجهناهم. طب نعمله إيه طيب بس يا ماما؟ إيه الحل يعني؟ بصي هو الحل ان احنا دلوقتي نروح نقول لابوكي، وابوكي هو عشان كبير هيعرف يتصرف. طب ماشي يلا بينا. يلا بينا بسرعه. قفلتك؟ ها قفلتك؟ وهي لما بتاكلي اللحمه والجمبري بقى سلمى او التفاح والمانجا وتاكلي كده ايه ما بقفلكيش؟ ها ولما تكوني راكبه العربيه جنبي خليكي هانم كده ايه ما بتقفليش؟ والدهب ده كله ما بيقفلكيش ولا انت بتتقفلي في حاجات وحاجات يا سلمى؟ في ايه يا محمود؟ ما كانتش كلمه قلتها يعني. خلاص انا اسفه. ايه ولا كان عاجبك شغلك شغل الخدامين؟ لا طبعا ما كانش عاجبني. ايه انت
عاوزه تضايقني وخلاص. مش بضايقك والله يا محمود. صنف ملكوش مله. في مصلحه جايه الايام الجايه هبعتك عند ناس هتشتغلي عندهم الشغل اللي انت بتحبيه. حاضر. وشهر واحد ونضربه الضرب على طول. حاضر. بقول لك ايه يا بابا؟ ايه يا مكوكه؟ اي شغلانه بقى انا عايزه اروح مع ماما. انت عارف يا بابا شهر واحد بس هجيب لك كل اسرار البيت وهقول لك بياكلوا امتى وبيتعشوا امتى وبيتغدوا امتى وبيناموا امتى وكمان بيخشوا الحمام امتى. الله يدور يا مكوكه. هقول لك بياكلوا ايه كمان. شايفه البيت عاوزه تقف مع ابوها؟ شايفه؟ مش انت قفلت اصلك؟ ايه اللي قفلت؟ اه خلاص يا محمود خلاص ما تزلقيش. ولما بتاكلي بقك بقى ايه ما بتتقفليش ولا عاوز تقفليني وتضايقيني انا بس؟ اتظبط يا سلمى وفوقي معايا. الله يصلح حالك. خلاص احنا بنقول يا رب يا مسهل ما توقفهاش معانا. ماشي حاضر. حول ولا قوة الا بالله. صنف ملكوش مله. بس شفت يا ندى؟ الحمد لله. انا نفسي اعرف سلمى اللي كان وشها بريء بريء ازاي تعمل حاجه زي كده. والله العظيم انا ما اتوقع منها كل دوت. احنا كنا بنحبوها قوي. وانا زعلت من طنط سلمى قوي. ده قبل ما تمشي لمراضيها عشان وقفت جنب بنتي ودفعت عنها. اتاري بعت جوزها هو اللي يسرقنا. متوقعش. شفتي؟ ماهي مش مصدقه لحد دلوقتي. انا عمري في حياتي ما شكيت فيها ولو للحظه واحده بس اللي هي ممكن تعمل كده. والله ده لولا امنية كانت حافظة شكله ما كنتش عرفت لحد دلوقتي. بس اقولك حاجة برضه يا ندى، الحرام ما بيضمش. صح. يعني عدى شهر برضه اتقفشت برضه. اهو البوليس دلوقتي تاخد جزاتها في الاسم هي وجوزها. وبعد كده ما ينفعش نثقوا في اي حد. يعني سلمى ديت بنقول عليها طيبة طيبة، شوفي طلع منها ايه. اما لو مش طيبة كانت هتعمل فينا ايه؟ المهم بقى يا احمد ركب لنا كاميرات في الشقة. لا بقى. لا ولا كاميرات ولا كده. بص يا ندى، انت تقعدي من الشغل بتاعك تقعدي جنب بنتك. صدقيني الشغل مش هينفعك بس بنتك هي اللي هتنفعك. صح انت عندك حق. والحمد لله المره دي عدت على خير. المره الجايه عالم اللي هيحصل. الحمد لله بس ان امنيه بخير وما حصلهاش حاجه اليوم ده. الا كان ممكن توصلها دماغها حاجه اوحش من كده في امنيه. الحمد لله الحمد لله.